تعالوا نتفرج على اغرب عجلة ممكن تشوفها في كوكب العجائب. دي عجلة مربعة. ايوة انت سمعت صح، العجلة دي مربعة زي ما انت شايف كده، عجلة مربعة ومعمولة على جنزير مختلف عن العجل العادي، ودي سيفتي تمشي على الارض، بس انا اعتقد دي تعمل مشاكل كتيرة يعني. وهنا بيعملوا صبة من الاسمنت زي ما انت شايف، وبعد كده بيحولوا الصبة دي لرسم الطوب، حاجة رائعة، واعتقد في الجناين تبقى حاجة تحفة. طبعا ده كوكب العجائب والغرائب، بيعملوا حاجات اغرب من الخيال. وهنا اللي انت ما تعرفوش ان الجراد بيبيض في الرمل. ايوه انت سمعت صح، الجراد ده بيبيض جوه الرمل، بيجي يحصل التزاوج زي ما انت شايف كده ويبيض جوه الرمل وبيضع البيض، وبعد فترة من يومين لثلاث ايام بيفقس البيض وبيطلع بكميات كبيرة. علشان كده الجراد بيتكاثر بشكل كبير جدا وبيزيد في موسم معين، يعني بيبقوا هجرة وبيطلعوا مع بعض، وممكن يخبوا ضوء الشمس من كترهم، لان الجراد ده من اكتر الحشرات اذى على وجه الارض. وغالبا لما بيجي في موسم بكثرة بيعمل حاجة اسمها جفاف، او بيعمل حاجة معاك قرشين وعايز تشغلهم ومش عارف تعمل بيهم ايه. انا جايب لك تطبيق بقى يا معلم، ما تستغربش، هتنزل هتلاقي الف فكرة مشروع تقدر تختار اي واحد منهم وتبتدي حياتك بيه. خد الافكار يا معلم والفكرة اللي تعجبك نفذها على الارض وابتدي حياتك العملية. مستني ايه؟ انزل على التعليقات وحمل التطبيق. حاجة اسمها مجاعة. بصوا المنظر هنا بقى، ده الهيليوم لما بيجوا يرفعوا المنطاد، وانتوا عارفين ان الهيليوم ده بيبقى خفيف جدا، اللي هو غاز الهيليوم اللي انتوا شايفينها النار دي بتبقى غاز الهيليوم، علشان خاطر يحصل يكون اخف من الهواء فيرتفع ويشيل وزن زي ما انتوا شايفين. وغالبا بيتحكموا في البالون او المنطاد ده عن طريق تزويد نسبة الغاز، يعني انت بتشوفه لما بيزود النار نسبة الهيليوم بتزيد في البتاع فبيبتدي يرتفع، لان الهواء بتاع الهيليوم اللي جوه بيبقى اخف من الهواء الطبيعي، فبيقدر يحمل الكمية دي ويطير بيها. ومجرد ان هو يقلل الهيليوم بيبتدي يهبط المنطاد، ودي معظم الرحلات دي بتبقى موجودة عندنا. واما الغراب ده بيعمل حاجة اغرب من الخيال، ده عنده بعض الفطريات والحشرات في الريش بتاعه، فابتدى يجيب جمرة من النار. بصوا المنظر لما تشوف منظر زي كده لازم تقول سبحان الله. ولو وصلت معايا لحد هنا يا معلم انزل صلي على النبي في الكومنتات عشان نكسب ثواب انا وانت.